هذه الكره او لا تيرن. اذا متابعينا الكرام، انطلقت قبل ثواني معدوده مباراه قويه تجمع ما بين فريقين عريقين. الامر هنا يتعلق بنادي جمعيه الرياضه القنيطري وضيفه الثقيل نادي اجاكس طنجة القادم من الشمال. كره خطيره بنادي الرياض، هنا الطويبه الهدف الاول ديال نادي الرياض. او اللاعب عثمان دحان هذا قائد الفريق كيسجل الهدف الاول، وحنا ما تجاوزناش الدقيقه الثانيه. يضع نادي اجاكس طنجة في موقف لا يحسد عليه. هدف سريع، هدف سريع. هذا الشيء طنجة عند عبد الرحمن الشرف دائما. هذا عبد الرحمن عند اليساريه، لا 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 على هدف التعادل في اقل من 44 ثانيه. نادي اجاكس طنجة يعدل الكفه وتصبح النتيجه هدف لمثله، تصبح النتيجه هدف لمثله هنا بقاعه الوحده. على بدايه قلت قبل لحظات تكلمت وتمنيت ان الايقاع ما يكون سريع، خاصه بعد الهدف الاول. كره مرات من الحارس مره اولى، كتصبح مرتده خطيره. ماذا ضيع ايوب؟ كره كانت في المتناول، كانت تقدر تعطي الهدف الثاني لفريق اجاكس طنجة للاعبين. هنا تسديده، اي 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 اي، تسديده كانت قويه ديال اللاعب يوسف العمراني، ولكن التصدي كان جميل ديال الحارس حمزه المزيزي. بلال شهيبه، هنا تمريره جميله، هنا تمريره حذري. اي 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 اي، كان سوء تفاهم من بين ايوب غمات اللي كان يقدر يوقع في المحظور ويسجل هدف في المرمى. يوسف حشحوش، حشحوش كيراوغ طريقه غادي يصوب. جوج ديال التصويبات، الاولى ديال يوسف حشحوش كيصدى لها الحارس اياس الوهابي اللي بدوره كيقدم كره على طريق من ذهب. الاولى من الشوط الاول وبالضبط دقيقتين الاولين. هنا كره عند دحان، شنو غادي يعمل؟ تسدد. عثمان دحان، لا 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 لا، الهدف جميل ديال عثمان دحان. كان اختراق من الخط الدفاعي ديال فريق نادي الرياض، شاب الكره اللاعب عثمان دحان ووصل وحيدا لمرمى الحارس الياس الوهابي. قذفه يعني كانت مؤطره بشكل لازم، ما خلاتش اي مجال لحارس فريق نادي اجاكس طنجة. جوج اصابات لاصابه عن سفيان، كيلعبها جميله، كيضيع اللاعب عزيز ياسين، كيضيع عزيز ياسين بعد ما كانت تمريره ديال سفيان البيض في تسجيل اهداف اخرى. هنا محاوله جميله، حمزه المزيزي، حمزة المزيزي تصدي رائع من امام عبد الرحمن الشرف. كرة بينية كانت رائعة امام غفلة. عبد الرحمن الشرف لازم التسديدة تكون مؤطرة بشكل كافي. عبد الرحمن الشرف الحكم كيعطي انطلاقة، تسديدة. عبد الرحمن الشرف كيعدل النتيجة عبد الرحمن، وتصبح هدفين لهدفين ما بين فريقي الرياض القنيطري ونادي اجاكس طنجة. هدف غادي يخلي فريق اجاكس طنجة الان يطمع في تسجيل هدف الانتصار، هدف ديال التعادل. طريق لعب التسديدة، لا 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 لا، التسديدة القوية والجميلة كانت ديال محمد داحو. الخبرة ديالو والتجربة ديالو كيوقع الهدف الثالث لفريق اجاكس طنجة. ثلاثة إصابات لإصابتين في الدقيقة التاسعة، هدف جا في الوقت اللي كان فريق الرياض القنيطري استرجع السيطرة ديالو ب 29 نقطة من 12 مقابلة. هنا هدف، هدف الرابع ديال عمر بوشين،
يمكن يكون هدف الخلاص، يمكن يكون هدف خلاص. فريق الان تصبح جوج ديال الاصابات، وسع النتيجه فريق اجاكس طنجه، اربعه الاصابات لاصابتين والحكم اخر اربع دقائق في هذه المواجهه. وائل تراجع كله، هنا خطيره، هنا الهدف، هنا الهدف، هنا العمليه اللي تحدثنا على انها فيها مغامره، حدثت على انها فيها المغامره. يا اما غتعطي هدف تخلص النتيجه، يا اما تعطي هدف توسيع الفارق لفريق اجاكس طنجه عن طريق اللاعب عمر بوشين كيسجل هدف الخامس، هدف توسيع النتيجه. والحكم ينذر لاعب يوسف الصفا، خطيره اخر ثواني. وائل وتنتهي المقابله، تنتهي المقابله متابعينا الكرام، متابعي قناه فجر سبور، بانتصار كبير لفريق اجاكس طنجه على المستضيف فريق الرياض القنيطري بخمسه اصابات لاصابتين. كان معكم في تعليقي على اطوال المقابله والتصوير محمد بلقاده، نضرب لكم موعدا قادما في باقي المنافسات. متابعه طيبه لكم مشاهدينا الكرام مع باقي مباريات هذه الجوله، الى اللقاء.